موجودة عند أمهاتنا لحد الآن. والقراية منعيدة ما تقبل ترى السبب يا يوم ما أسأل لا
كان قلبي نطاق عنك أنا بهالجو عشيت يا حسين بعد شلون أفويك حزني الصبح يصبح وجيب راح اديك صدري المراضع بالمدى عندها الهول
بعيون رملة نرسى شابش حلو طول أخي أمام هدى لجفوني السهر وبعيون تعبسني صارت جريح مو فرح يا حنتي مودعين يمه هسانة يمه ركضت وانت اندحي لي بحب هسانة يمه ركضت وانت اندعي لي بحال يا ويل ما تنتهي ما تنتهي يا ويل يا ويل ما تنتهي ما تنتهي يا ويل اخ كربلاء 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 آخ 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 جينا نشد كربلاء بيها زينة آه حسين يا ابن أمي تراني ماشي حسين يا ابن أمي تراني ماشي راح وقتي راضية خويا ماشي وليك العذر بعد ما ضل شور عندي ولا أمر على شفوفي دارت إحضال اليسر وزينب الوياك صارت ماضية راح وقتي راضية بعد مو زينة بنس ولا معذرة المولى يا بالبار اليوم زينة بعد مو زينة بنس وطلع حسي العيد هلي تلوذي من الشمس وعلى حر القاح أركض حافية ركضت رخاي على السقف نادت سقف يا سقف لو تاخذ الماي وتريد
لو للرمح تمشي وياي. اليوم ثالث والدي عطشان ما شرب اخرقه يا مشي اليتيم شلون ويشات له صوت حبيل وسموم والناقز قالوا عمار الراس قد ما تصيد وبين علي هالشيب ما كان طيف ساقي عطاشا كربلا ساقي عطاشا كربلا يا ابو فاضل دخيلك يا ابو فاضل فاضل دخيلك يا ابو فاضل دخيلك يا ابو فاضل فاضل دخيلك يا ابو فاضل دخيلك يا ابو فاضل دخيلك يا ابو يلا اختم اختم من تسع يا عبا يا شب الماي لشكينا يا عبا شب الماي يا عباس جيب الماي لسكينة يا عباس جيب الماي لسكينة يا عباس جيب الماي لسكينة يا عباس جيب الماي يا ابو فاضل دخيلك يا ابو فاضل دخيلك يا ابو فاضل دخيله يا ابو فاضل دخيله صلى الله عليك يا مولاي يا ابا الفضل يا قمر بني هاشم صلى الله على المسلم يا عم رقية يا عم سكينة يا عم شريفة يا عم خولة يا عم صفية يا عم حميدة يا عم فاطمة العليلة دخيلك يا أبا الفضل دخيلك يا أبا الفضل مولاي دخيلك احنا دخيلك يا قمر بن هاشم مولاي عباس نحن بحماك عباس نحن بحماك بحق مولاي مسلم بحق مولاتي حميدة وبحق أولاد مسلم الطفلين المظلومين المذبوحين دخيلك مولاي عباس نحن بحماك مولاتي يا أم البنين ارفع ايدك وصيح مولاتي يا أم مولاتي يا أم البنين 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 دخيلك يا مولاتي على اعتاب سجد قلبي شمس النور الدروي يا أم البنين الطاهرة البضعة يا نبع الوفا يا أصل الوفا ويا منبع مولاتي يا أم البنين الطاهرة الحرة
دخيلش مولاتي دخيلش مولاتي دخيلش مولاتي جاينا محرم مولاي الرضا جاينا محرم شلون يا مولاي يا رب ارزقني جزاء للماء أردت شوية الزهرة يا رب ارزقني الجزاء للماء واحد فزا غريب حسين وحيد حسين مظلوم عزين سوال من الرمل وسادة الحسين وجه وجه صوب الخيام ما يقدر يقوم العزيز يا رب ارزقني الجزع للماء إلي واحد فزع والماء عن أهلا منا ولا حسين ولا يا علي بن موسى الرضا يا إمام الروف يا مهيج أحزان الطفوف يا أبا الجواد يا أنيس النفوس يا شمس الشموس مشكور مولاي مشكور مولاي مشكور مولاي مشكور سادتي يا أبا الفضل اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته وخدامه وهب لنا رافته ورحمته ورضاه ودعاه وخيره يا الله إلهي بحق إمام زماننا لا تحرمنا من مجالس الحسين لا تجعل في قلوبنا غير الحسين لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين اللهم اجعل صرختنا في الدنيا والآخرة يا حسين 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 دخيلك مولاي ابن الحسن دخيلك مولاي يا صاحب الزمان مولاي 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 جاينا محرم مولاي احنا ندري شهور سنتك كل شهر من المحرم ندري بجروحك وسيعه وما نفع وياها بلس دخيلك يا مولاي دخيلك يا مولاي دخيلك يا مولاي اللهم شافي مرضانا وحوائجنا ارحم موتانا ارحم شهدائنا اخواني الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا لا تخرجوا من هذا المجلس المبارك إلا بقضاء حوائجهم وشفاء مرضاهم وإرجاع غائبهم إلى أمواتكم جميعاً والمات على الإيمان تعجيل فرج المولى بحقي شفاء مرضى شيعتي وقضاء حوائجهم ومات المؤسسين خدام الحسين جميعاً وبالخصوص خدام الحسين الذين فقدناهم هذه الأيام وهذه السنين الخدام اللي كانوا ويانا بالمجالس خدام مواكبنا المرحوم أحمد المرحوم رعاه أحمد هاشي كل خدام الحسين ولا منتظر رحمة الله عليهم أجمعين إلى أرواحهم جميعا ومواتكم رحم الله من قرأ الفاتحة مع صلاة الله